السلام عليكم، كي داير اخوان؟ كلشي بخير، كلشي مزيان، نتمنى كلشي يكون بخير ان شاء الله. بالنسبه لليوم ان شاء الله غادي نكملوا هذا الفيديو اللي حطيناه دابا تقريبا 24 دقيقه نتاع شرح كامل العمله نتاع انتر كوين. كما كتشوفوا هذه هي انتر كوين، الحمد لله. كما كتشوفوا قلت لكم غادي نتناول لي توكن ديالي، كما كتشوفوا وصلني لي توكن ديالي ها هما انتر. بالنسبه لهذه المحفظه نتاع انتر كوين، المحفظه ديالها كيخصك باش تقدر ان شاء الله باش خصك ان شاء الله اللي بالنسبه للاخوان راه تقدر غير تسجل كيعطيوك واحد العشرة مثلا. هاد العشرة نقول لكم شحال دايره في هاد الوقيته، تقدر تربح 10 توكن غراتويت، 10 ضربها 0.5 تقريبا كتعطيك $5. ربح انت $5. بالنسبه للاخوان اللي بغاو يتسجلوا، بالنسبه للرابط نتاع السيت تلقاه تحت الفيديو. بالنسبه للريفيرال راه ما فيهش الريفيرال، باللي حنا كنشرحوا هذه الشركه محيت تايقين فيها ان شاء الله وعجبنا، ومحيت شركه عربيه. اسمحوا لي واحد دقيقه، سمحوا لي الاخوان كنت قطعت كان جاني التليفون. غادي نكملوا ان شاء الله. كما قلت لكم هاد العمله انتر كوين غير باش ما نكونش ضاغط على الناس باش يشريوها ولا شي حاجه. بالنسبه كل واحد هو حر في راسو. انا ثقت في هاد العمله، عجبتني السيستم ديالهم، عجبني استثمرت فيها. كما كتشوفوا انا كندير لكم الحمد لله كلشي اونلاين باش تشوفوا كلشي على عينكم، باش ما تقولوش السيد راه كيورينا هو ما كيشريش ولا غير كيشرح باش نستافد من اليوتيوب، ولا انا اصلا الارباح ديالي من اليوتيوب والله ما كنربح بالناس هاد. وكان نحل لكم ادسنس ديالي كاينه حتى $5 كما كتشوفوا هاد، هي ادسنس ديالي. باش الناس كاينه اللي كيقول لك راه يربح مورانا كيما كتشوفوا خمسة دراهم. منين بديت القناة ديالي، مي بديت وانا كنشرح وصلنا 5 دراهم، غير باش تعرفوا. انا الاخوان كنشرح حيت سمحيت كنشرح الحاجة اللي كنستافدو منها، والحمد لله راه كاينين بزاف الحوايج الاخوان استافدو وكيشكروني وكنشكرهم حتى انا حيتهم متبعين ديالي. دابا باغي نشرح لكم حاجه اخرى، باللي كما كتشوفوا كيوصلك التوكن ديالك خصك تفعل الحساب ديالك باش ان شاء الله من تبغي تسحب العمله تقدر تسحبها. غادي نكليكيو هنايا كما كتشوفوا باش تحقق الحساب ديالك، كتكليكي هنايا. انا قالك بطاقة الهوية او جواز السفر، نكليكيو هنايا نجي هنا ندير هكا بطاقة وطنية. حنا اصلا البطاقة الوطنية فيها ادريس، غادي نديرو غير البطاقة الوطنية هكدا حفظ، نستناو راه كيتشارجا هنايا 17 18 20. تسنى واحد دقيقة، باش ما تلقناش الفيديو. لا راه كيتمس ان شاء الله، ما غاديش نطولو بزاف هاد الفيديو هادو باش من باش ما يكونش ممل. نفعلو الكونت ديالنا باش ان شاء الله من العملة تدخل السوق نقدرو نسحبوها، ونقدرو نبدلوها بالبيتكوين ولا دولار ولا كل واحد يبدلها كيما بغا. تقدر تخليها كيما كتشوفو العملة نتاع بينانس، الحمد لله فين وصلات، ضربات حتى هي بدات في 0.1 وضربات حتى $20، الحمد لله. الا دخلت هاد العملة وصلتنا $20 واليوم أغنية أستي.
ماشي من الأغنياء، ماشي هي غادي يكون عندنا صالير زوين، نربحو منها صالير مزيان. ما عرفتش علاش ما بغيتش تبيري في النقود، ولكن ان شاء الله غادي نشوف علاش ونرجعو. حتى دابا غادي نشكر اخوان على الفيديو اللي تفاعلوا معنا في الفيديو، اشكر الاخوان اللي تفاعلوا معنا في الفيديو الاول. هذا كما كتشوفوا شافوا تاع الناس، غادي نحط هذا الفيديو بلي كنت قلت بلي الناس غادي كيوصلني الصوت ديالي، غادي ندير الفيديو كما كتشوفوا راه وصلني دابا. يا يمكن ما بقى لينا والو نشرحوها، ان شاء الله الا كان شي جديد في الشركه ولا راه غادي نشرحوها ان شاء الله. حتى دابا غادي نشكر الاخوان وغادي نقول لكم الله يعاونكم، حتى الفيديو جاي ان شاء الله، تهلاو لي فرشكم.